في ايه؟ علي مالك يا قلب امك؟ انت كهربت؟ دي التسريحة الجديدة. التسريحة الجديدة؟ في ايه يا علي؟ وطي يا علي وطي، ايه الخبط والرزع ده؟ انا حاسه ان انا دخلت ورشه نجاره. انت يا حبيبتي بتحب الاغاني الهاديه، غيرك بيحب الاغاني المهايبره. دي اغاني اصلا يعني ما تقولش عليها اغاني، وبعدين يعني ايه مهايبره؟ مش فاهم. روشه وسريعه وعاليه وتعيشك في المود. ده مود اسود ومهبب بستين نيله، وبعدين في واحده بتغني تصرخ كده، دي بتطلق ولا بتولد؟ دي ولاده فنيه، انت ما سمعتهاش قبل كده. بصي الولاده دي خلي بالك هتعرفي بعد كده قيمتها. ها شوفي دي هتعمل ايه؟ يعني شوفي دي هتوصل لفين؟ فين؟ مش عارف. انت بجد يا علي عاجبينك المجانين دول؟ من امتى؟ من النهارده. الحياه الوان يا انجي، انت مثلا بتحبي اللون الابيض، غيرك بيحب اللون البامبي. اي حبيبي بس دول شغالين في الازرق. سيبيهم وامشي. همشي يا علي طبعا، لان انا خلاص وداني صفرت وصدعت واعصابي باظت. بس بقول لك ايه، لما الست دي تولد ابقى طمني، هتجيب طقطوقه ولا اغنيه شعبيه؟ ها؟ وايه اللي انت هبشت؟ سيبي ده هو. انا كتبت الاغنيه. الله الله الله، بجد يا فنان؟ امال سميتها ايه الاغنيه؟ اديك في البق تلق. يا سلام، ايه الفلسفه الجامده دي؟ اديك في البق تلق. صحيح يا ناس، المعنى في بق الشاعر. كمل يا ندم. اديك في البق تلق، اديك بس اوعى تزوق. يا جماله يا جماله، جماله غالي 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 ومزاجه عالي. انت مش متخيل انا تعبت قد ايه في البقين دول. عارف يا حبيبي عارف، هما بقين يستاهلوا التعب. بقول لك ايه، استنى لما افرح الحاج بخه. حاج بخه؟ ايوه. خساره. الو يا حاج، معاك الاستاذ علي الجميل شاعر الجيل، عايز يكلمك. اتفضل يا استاذ علي. ايوه يا حاج. ايه يا استاذ علي؟ انا كتبت لك الاغنيه اللي هتكسر الدنيا. اشجيني ودلعني. اسمها اديك في البق تلق. اديك سجق؟ لا سجق ايه يا حاج، بقول لك اديك في البق تلق. اديك تدق يا حاج؟ تلق. ايوه اديك في البق تلق، اديك بس اوعى تزق. الله، فعلا عجبتك؟ وهنصور النهارده. هنصور النهارده، ماشي على البركه. ماشي يا حاج، عجبته قوي هو، وعاوز يلق النهارده، قصدي عاوز يصور النهارده. حلاوتك يا حلوه يا جامد. يلا خلينا ورا الهابط، اما نشوف هيودينا لغايه فين. اديك في البق تلق. بتعمل ايه يا لولو؟ بعمل ايه؟ انا زي ما انت شايفه بكتب. بتكتب ايه؟ بكتب ايه يعني؟ بكتب مقال. عن ايه المقال يعني؟ مقال عن ايه؟ عن الفن الراقي وتأثيره في المجتمع. الله، يعني برافو برافو يا لولو. اقرا لي بقى كتبت ايه. لا عيب. عيب؟ هو ايه اللي عيب؟ انت كتبت حاجة قبيحة لا سمح الله. انا بتاع قبيحة يا انجي؟ انا بتاع قبيحة؟ لا، هو عيب اقرا لك المقال قبل ما يخلص. وجهة نظر برضو. طيب لما تخلص كتابة ناديلي علشان اسمع كتبت ايه. تحب التعشى دلوقتي؟ لا، لما اخلص الاغنيه، قصدي لما اخلص المقال. في ايه يا علي مالك؟ حاسه ان انت مرتبك كده، متوتر، انت كويس؟ انا زي الفل، بس انا تعبان شويه وعايز انام بقى، مش قادر. ولا اقول لك انا خارج لحسن اتاخرت قوي. اديك في البق اتلو، اديك بس وعدسوق. اديك في البق اتلو، اديك بس وعدسوق. ده حبك عندي غالي يا مسهرني الليالي. ده حبك عندي غالي يا مسهرني الليالي. بس انت وادلو كلوك كلوك. شايفاكوا على فكرة في الشاشة. لا 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 يا سلام، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا سامح؟
ايه الاغنيه مش عاجباك ولا ايه؟ ايه بس ما تقولش اغنيه انت كمان. ايه ده؟ ايه سمح اللي انت هببته ده؟ ايه ده ايه ده؟ لعلمك بقى الاغنيه مكسره الدنيا وشغاله في كل حته، وده دليل انتوا قاعدين بتتفرجوا عليها اهو. اهو ايه ده؟ انت طلع لك صدى صوت ولا ايه؟ وبعدين احنا بنتفرج عليها علشان نضحك عليها. ايه يا سامح؟ ايه يا قلب امك اللي جرالك؟ مين اللي ضحك عليك وخلاك تعمل كده؟ مين اللي قال لك تغني؟ ما حدش ضحك عليا يا انجي، وبعدين بكره كلكم هتشوفوا موحة هيعمل ايه. ايه؟ مين موحة ده؟ ده انا، ده اسم الفني يا انجي. يا انجي. يا عيني يا قلب امك، ده انت ضيعت خالص. معلش توب يا موحة، قصدي يا سامح، يعني كلنا عندنا خطايا وممكن نتوب. قري يا انجي، انا من ساعة ما دخلت وانت على طول ورك ورك عمال تكلميني وكده وتزعليني وتوبخيني، وبعدين وفر الكلام ده لجوزك في البيت. البيت؟ يا سلام، اشمعنى جوزي يعني؟ هو دخله ايه؟ ايه ده؟ ده على اساس ان انت ما تعرفيش حاجه يعني؟ يعني؟ ما اعرفش حاجه يعني ايه؟ عايز اقول لك يا استاذه انجي ان جوزك الاستاذ علي هو اللي الف اغنيه اديك في البق تلق، اديك 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 في البق. ايه بس؟ ايه التهريج البايخ ده يا سامح؟ انا ما بهرجش، اقري اسمه على التتر وانت تشوفه اسمه منور، واسالي كمان يا جنبك اهي، ايه مفيش لبلبه النهارده ولا ايه؟ ايه؟ ايه الحقيقه؟ ايه؟ يعني علي طلع هو اللي بيلق؟ لق 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 اديك في البق تلق علي، اديك بس علي. انا قلت 100 مره ما اشوفكوش بترقصوا كده، امشوا من قدامي يا علي. ايه ايه بتعملي؟ ايه اللي في التلفزيون ده؟ ماله اتحرق؟ يا ريت كان اتحرق، على الاقل ما كناش شفنا المهازل دي. يعني ايه قصدك ايه؟ هيكون قصدي ايه؟ انت ازاي علي تكتب الكلمات الفظيعة دي؟ الكلمات الفظيعة دي عارفة تمنها كام؟ وانا مالي بكام؟ مش مهم، ولادك هيبصولك ازاي؟ زمايلك في الجرنان هيقولوا عليك ايه؟ الجيران هيقولوا علينا ايه؟ وكل الناس اللي تعرفه؟ الله، وانا ارتكبت جريمة؟ ايوه جريمة يا علي، واكبر جريمة ارتكبتها في حق نفسك. نفسي وانا حر فيها؟ انا بقالي سنين عمال بكتب في الجرنال ده، لا حد عارفني ولا حد بيقرا اساسا، وفي الاخر خدت كام؟ ملاليم. علي بص، انا هعتبر موضوع الاغنيه ده نزوه، ها؟ غلطه وعدت يا حبيبي، ومش عايزك تعمل كده تاني، ما تكتبش الكلام ده تاني يا علي. لا هكتب، انا بكتب دلوقتي اغنيه سيبي رجلي. اسيب رجلك وامسك ايه؟ هتعرفي لما تسمعي الاغنيه.